بالفيديو الماضي عملنا بروجرام بسيط جدا 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 بيطبع جملة واحدة على الشاشة. إذا بدنا نفوت في البروجرامينج أكثر شوي ونعمل إشي that is really of value، أول concept خلينا نتعرف عليه هو variables. بالبروجرامينج we use a lot of variables. هلأ عشان نفهم variables بدنا نفهم الميموري، يعني الكمبيوتر كل إشي بالنسبة له موجود في ميموري، سواء كان داتا او كان انستراكشنز، وزي ما شفنا بالفيديو الاول بيسحبهم للسي بي يو وبيشتغل عليهم. هلا لما بدي اتعامل مع variables انا عم بحجز محل في الميموري، فهي الميموري اذا بنطلع عليها ميموري الكمبيوتر تخيلوها مستودع ضخم كتير وفيه اماكن عددها كتير كتير كبير لتخزين اي شيء، اوراق، ملفات، بضائع، اي شيء. لكن منظم هذا المستودع منظم بحيث انه كل مكان بتخزن فيه شيء له رقم، ممكن يكون مثلا 1 2 3 4 وهكذا، فان كل مكان ممكن اخزن فيه في له رقم، وهذا الرقم بخليني اعرف ارجع للإشي اللي خزنته. فأنا لو خزنت إشي، لنفترض أنا خزنت كرة في المستودع بالمكان 4، فأنا في عندي طريقة سهلة أرجع للمكان اللي خزنت فيه وأجيب الكرة مرة تانية لأن هي مخزنة في الأدرس 4. هلأ في الميموري تبعت الكمبيوتر هي نفس الإشي، هي مكان واسع كتير لهي او مكان كبير كتير لتخزين الداتا، فالادرسز هذولا بصيروا في الملايين والمليارات، فممكن يكون ادرس الرقم مكون من 7-8 خانات. هاي اول نقطه بدنا ننتبه لها، عشان هيك بنستعمل variables، او واحد من الاسباب انه التعامل مع الادرسز مش اشي سهل. اسهل علي اجي احكي انه هذا المكان اللي خزنت فيه الكره خليني اسميه A. هلا الكمبيوتر بيعرف انه A هي 4، فلما تيجي تطلب انه جيب لي اللي في A هو بترجمها ل 4، بيروح على 4 هون وبيجيب اللي جواتها الكره. فالفاريبل اسمه A، الادرس اللي بيأشر عليه 4، الشيء اللي مخزن فيه هو كره. لاحظوا صار في عنا ثلاث شغلات هون عم نحكي عنها: اسم الفاريبل، العنوان اللي بيأشر عليه، وإيش الفاليو اللي مخزن جواته. ضل في معلومة رابعة مهمة علشان نخلص نحكي عن الفاريبلز. المعلومة الرابعة هي إيش نوع الإشي اللي مخزن هون. هلا في الميموري تبعت الكمبيوتر تذكروا كل إشي عبارة عن zeros and ones، فالكمبيوتر ما عنده طريقة يعرف شو طبيعة الإشي اللي بخزنه بأي مكان في الميموري بلا ما أعطي أنا شو نوع الايتم اللي مخزن هناك. فلو حكيت له هذا عبارة عن رقم فبيعرف إنه هاي الزيروز والوانز بده يترجمهم لرقم، لو حكيت له هذا عبارة عن حرف فراح يترجمهم لحرف، لو حكيت له رقم مع فاصلة عشرية راح يترجمهم لرقم مع فاصلة عشرية، وهكذا. كل إشي زيروز وانز اللي بيخلي الكمبيوتر يعرف يتعامل مع هالزيروز والوانز كيف هو التايب. سو أنا في عندي تايب. لو نيجي على اكزامبل حقيقي من البروجرامينج، في وايل وي ار بروجرامينج احنا ممكن نستعمل جملة بسيطة تو ديكلير ا فاريبل. فنحكي انا عندي فاريبل نوعه انتجر، اسمه اكس، بدي أخزن فيه رقم 3. لاحظوا إيش اللي صار لما عملنا هاي الأشياء في الميموري. في الميموري خلينا ناخذ واحدة من الأماكن السلوتس اللي في الميموري، راح تنحجزت لها أدرس معين، لنفترض الأدرس whatever. اللي صار أربع شغلات خلينا ننتبه لهم. أول شغلة الاسم
اكس اسم الفاريبل، الادرس هو 31470، التايب انتجر هذا رقم، واخر اشي 4 الفاليو المخزنة هي 3. اول 3 هدول بنسميهم declaration، variable declaration، وهم فعليا اذا بدنا نصحح الجملة هاي خلينا نحكي هون نكتب int x وانهينا الستيتمنت. هاي int x هي declaration، وهذا الديكلاريشن عمل هالثلاث شغلات هدول، اعطى اسم، حجز ادرس، واعطى تايب. في ستيب تانية اللي هي نيجي نحكي انه x يساوي 3، هاي another statement، هاي اعطت الفاليو، وهاي بنسميها initialization، اعطت value مبدئية. سو انا في عندي 2 ستيبس، ديكلاريشن بحدد الثلاث شغلات هدول، انيشاليزيشن بحدد الفاليو الرابعه. وطبعا زي ما شفنا هون انا ممكن ادمجهم مع بعض بستيتمنت واحده فيها الديكلاريشن والانيشاليزيشن مع بعض. اللي صار في الميموري زي ما حكينا، حجزنا لوكيشن سميناه اكس وحطينا فيه رقم 3، وهذا التايب تبعه انتجر، بالنسبة للكمبيوتر راح يتعامل معه انتجر. هدول الأربع معلومات مهمين كتير، الاسم، الادرس، التايب، والفاليو. هلا إذا بدنا نعمل إشي meaningful أكتر شوي، إذا بنرجع على البروجرام هذا اللي عملناه، خلينا ننسى هاي الجملة شوي. تعالوا نعرف two variables كل واحد فيهم رقم، بعدين نعمل مجموعهم. فلو حكينا أنا في عندي integer اسمه x والقيمة تبعته 3، هاي statement بنهيها بسيمي كولون، وفي عندي another integer اسمه y والقيمة تبعته 10. هلا بالنسبة للكمبيوتر ممتاز، حجزنا مكان في الميموري سمينا x، حطينا فيه 3 نوعه integer، حجزنا مكان في الميموري اسمه y، سمينا y، حطينا فيه 10 ونوعه برضو انتجر. لما بدي اجمعهم واطلع المجموع بدي اكون مجهز مكان في الميموري احط فيه المجموع، فانا بدي احجز محل ثالث انتجر واسميه sum، بس انا لسه مش مجهز ايش بدي احط فيه، فانا I only declared sum، I did not initialize it. بعدين ممكن اجي احكي هنا sum شو يساوي؟ sum يساوي x زائد y، هاي statement برضو بنهيها ب semicolon. in development دائما تذكروا لما تشوفوا assignment هاي الoperator يساوي assignment، لما تشوفوا statement زي هيك فيها assignment، الكمبيوتر بيروح على الجهة اليمين من assignment بحسب كل إشي بخلص، بعدين بيخزنه باللي على يسار assignment. فهو لما يشوف هاي الستيتمنت بحكي اوكي سم خليك شوي علي، بروح على اكس بجمعه لواي، بطول قيمه اكس 3 بطول قيمه واي 10 بجمعهم لبعض بيطلع معي 13، ساعتها بخزنهم في سم. هلا تعالوا نطبع الريزلت حتى نتاكد انه حسبهم صح. احنا اوريدي تعرفنا على الفانكشن اللي بتطبع، فممكن نحكي هاي عشان سطر جديد، the sum is. هلا اذا انا كتبته كتابه هون السم اصبح الكمبيوتر ما عملش إشي، انا اللي جمعت مش هو، ولاني انا بعرف شو اكس وواي بقدر اجمعهم، ولكن في حالات انا بطلب من اليوزر هو يدخل لي اكس وواي، فانا هون بهاي الجمله انا ما بعرف شو الاكس والواي ممكن اكون في حالات تانية،
وبنفس الوقت بدي أترك الكمبيوتر اللي حدد. عشان هيك أنا بدي هون أحط إشي يحكي للكمبيوتر إنه هاي القيمة اللي راح تطبعها جاية من variable، مش أنا اللي راح أعطيك إياها. هذا الإشي اللي بده يحجز مكان بنسميه place holder. هلا place holder بالنسبة لهاي الجملة حسب نوعه بستخدم شكل من هاي الأشكال. مثلا person D هذا للplace holder اللي راح يحل محله integer. لو كان مثلا في رقم هنا double مثلا، ممكن أحط percent F من floating point. إذا كان string راح نيجي على الأنواع المختلفة طبعا، بس حاليا لأنه اللي نتعامل معه هو رقم integer فأنا حطيت percent D وهذا رقم غير عشري، يعني ما فيش فاصلة عشرية. وهي كمان سطر زيادة وخلصنا الجملة. The sum is percent D. هلا شو بدي فهم الكمبيوتر؟ البيرسنت دي هاي ياخدها من وين؟ ياخدها من X، ياخدها من Y، ياخدها من sum. فحتى تكتمل هاي الفانكشن لازم بعد ما أعطيته place holder أرجع أعطيه اسم الفاريبل اللي يقرأ منه الفاليو ويحطها محل place holder. يعني أنا ما بدي يطبع لي percent D هاي، بدي يستبدلها بالقيمة الموجودة في sum. هلا اكتمل الفانكشن، بسكر أقواس الفانكشن وزي أي statement بنهي بالسيمي كولون. صار في عندي فانكشن، صار في عندي في المين أنا two variables declared initialized. في variable هنا declared بعدين أعطيته قيمة هي عبارة عن المجموع وطبعت المجموع. هاتوا نشوف الريزلتس كيف صارت. لو إجينا هنا ورجعنا عملنا له compile مرة تانية، كونه عدلنا على الكود لازم نرجع نعمل compile مرة تانية. لما شغلناه حكى the sum is 13. 13 أخذها من الفاريبل اللي اسمه sum. هيك hopefully نكون فهمنا شو يعني variables وفهمنا معلومة زيادة إيش هو the place holder اللي بنستعمله إحنا بprintf، وفهمنا كيف بيشتغل عملية الassignment. وإذا بدنا نتذكر شغلة مهمة، لما بتعامل مع variable في سي في أربع شغلات بتصير behind the scenes. بتعرف اسم للفاريبل، اللوكيشن شو مكانه في الميموري، شو الادرس اللي في الميموري اللي بيأشر عليه هذا الفاريبل، شو التايب تبع هذا الفاريبل، واخر شغله بحط فيه قيمه شو الفاليو اللي تخزن في هذاك المكان.